شو القصة يا سعيد؟ ليش ما عم تبتسم؟ هي؟ سعيد خجلان من أسنانه وبدي أعمل لهم تجميل، وحالياً كتير من الناس بلجأوا لتجميل أسنانه وبيعتقدوا أنه الحل الوحيد هو الفينير. بس اللي ما بتعرفه يا سعيد أنه الفينير صار يعتبر من الطرق التقليدية واللي نوعاً ما قديمة. أوه. وصار في طرق ممكن نجمل فيها أسناننا من غير ما نعمل حفر أو برد للأسنان الطبيعية. أكثر من 54% من زوار عيادات تجميل الأسنان صاروا يلجأوا للطرق اللي بتحافظ على الأسنان مثل التقويم أو تقنيات الـ 3N. وتقويم الأسنان ما عاد مزعج وبياخد وقت مثل زمان، وصار عندنا التقويم الشفاف والتقويم المخفي اللي بيساعدوك أنك تعمل تقويم من دون ما حدا يعرف. أما تقنية الـ 3N فبتعتمد على وضع طبقة رقيقة جداً على الأسنان وبتعطي لون وشكل كتير طبيعيين للأسنان. أكيد كتير مهم يا سعيد أنك تهتم بابتسامتك، لأنه حسب إحصائيات الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان تبين أنه نسبة حصولك على عمل أفضل بتزيد تقريباً 43% لما بيكون عندك ابتسامة أجمل. وطبعاً ثقتك بنفسك بتزيد أكثر من 61% لما بتكون واثق من ابتسامتك. ابتسامة حلوة يعني فرص أفضل. وعساكم دوم بصحة وسعادة.